بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى. اليوم إن شاء الله عندنا جوج ديال المواضيع. الموضوع الأول يتعلق ب وجهة نظر مجموعة من المثقفين العرب أو المواطنين العرب بشكل عام في قضية الصحراء المغربية والصراع الجزائري المغربي، أو الاعتداء الجزائري المغربي، أو المناورات الجزائرية ضد المغرب. هذا الموضوع جاني من خلال أنني مستوى اليوتيوب دخلت لواحد القناة ديال واحد من المثقفين العرب، الدكتور الأنصاري الخضرجي، وهو مواطن قطري عنده قناة في اليوتيوب كيناقش فيها واحد مجموعة ديال المواضيع اللي عندها علاقة ببلاد قطر أو بالعالم العربي والعالم الإسلامي وحتى بالعالم، يعني عنده مواضيع متعددة وما ليس متخصصا في مواضيع بعينها، ولكن ويناقش جميع المواضيع، ولكن ويناقش أيضا بحدة بجرأة باش من حتى أنا أحترم آراءه، وفيها اللي فيها واحد فيها الكثير من الجرأة ومن من الإحساس بالانتماء للعالم العربي والإسلامي. هذا الفيديو ديالو داروا على ما سمي بالصراع المغربي الجزائري، وإشارة إلى هناك قرع لطبول الحرب. أنا تصنت الفيديو في الحقيقة ما عجبنيش الحال، لأن هنا نناقش علاش ما عجبنيش الحال، وهذا الموضوع سبقنا ناقشناه كمجموعة مع الإخوان، مع الأخ نبيل والإخوة الأصدقاء ديالنا في القناة ديال الأخ نبيل هرباز، وقلنا أن المثقفين العرب والعرب بشكل عام إلا القليلة في تعاملهم مع المشكل الجزائري المغربي دائما يرتاحون ويجدون راحتهم فيما يسمى بالمنطقة الرمادية. علاش؟ لأن المنطقة الرمادية أو المنطقة العازلة فيها راحة البال، ولا تكلف لا سياسيا ولا أخلاقيا ولا دينيا ولا عروبيا صاحبها. الإنسان تيقول تعصى من الوسط ويوحي نفسه ويقول في قرارة نفسه أنه لقد كفيت ووفيت وأنني ضدك الشيء اللي عليا، وهذا خطأ، لأن كثير من العرب فالمهم الأغلبية ما عارفينش ما يجري، الأغلبية وكاينه واحد الفئة اللي منحازة نوعا ما للطرح الأطروحة الجزائرية. علاش؟ لأن الإنسان العربي بشكل عام، الإنسان العربي هو إنسان انفعالي، الإنسان العربي يمكنه أن تسيطر عليه وأن تقنعه فقط بالشعارات الطمنانة وبالكلمات الرنانة وبأشباه المواقف. لذلك تلقى واحد عدد كبير من المثقفين العرب سواء كانوا محسوبين على اليسار أو على اليمين أو على الوسط، أغلبيتهم إلى زمن قريب كانوا دائما مع الأطروحة الجزائرية على أساس أنهم ورثوا ذاك الصورة النمطية على الجزائر، وذاك التوراة وذاك الكلمات الكبيرة، ولا أحد يكلف نفسه أنه يبحث ويعرف أصل المشكل وأصل وحقيقة المشكل إلا القلة القليلة، لأن كل هذه القلة التي أعرفها رغم قلتها أن عدد كبير من المثقفين العرب حينما يبحثون على أصل المشكل كلهم يعرفون أن الله حق، وكلهم وراك تعرفون واحد المجموعة ديال الأصدقاء ديالنا على مثلا الأخ عماد فواز المصري، أو الأخ عبد العال حامد الصحفي المصري، هادو مجموعة ديال الناس اللي من خلال القراءة ديالهم أصبحوا يعرفون الحقيقة، في حين أن كثير من العرب باقيين عايشين ديك الصورة النمطية ديال النظام الجزائري اللي سوقها على مدى سنوات طويلة حول الدولة الجزائرية والنظام الجزائري ولما لا الشعب الجزائري. كثير من العرب كتكلم معاك عنده واحد الصورة عوجة على المغاربة، لأنه هكذا تم تلقينه،
في حين ان الاغلب ان الناس اللي كيقراو كيبحثوا كيلقاو اننا المغاربه احنا ماشي نوعا ما نحن مظلومون، لان المساله لا تتعلق بواحد العمليه رياضيه او عمليه فيزيائيه صعبه يصعب فهمها، انها مساله واضحه جدا وبالدلائل وبالقرائن التاريخيه والسياسيه والجغرافيه والاقتصاديه واضح ان المغرب مظلوم في صراعه مع الجزائر. الجزائر ترفع شعار الدفاع عن الشعوب المقهوره وديك المفاهيم ديال تقرير المصير وكل ديك الكلمات الكبيره، ولكن الواقع يقول العكس، لان الجزائر كتقول لك ان قضيه الصحراء هما يسميوها الغربيه وحنا نسميها مغربيه قضيه الامم المتحده، ولكن بما اذا كانت هذه القضيه في الامم المتحده العرب كلهم يعرفون، ولكن للاسف كيدخشوا راسهم في الرمل بحال النعامه، يعرفون ان الجزائر تأوي البوليزاريو، ان الجزائر تسلح البوليزاريو، ان الجزائر رهنت الجزائر كلها ورهنت كل مقدرات الشعب الجزائري وكل دبلوماسيتها من اجل قضيه متزقة البوليزاريو، وهذا شيء غريب، شيء غريب وشيء سابق في تاريخ الامم. ما كاينش دوله في العالم وفي التاريخ رهنت بلادها من اجل مرتزقة او من اجل نسميوها دوله او من اجل شعب نعتبره تيدي شعب. ما كاينش شي دوله في العالم وفي التاريخ اللي رهنت بلادها وشعبها وتاريخها ومستقبلها كله واقتصادها وارضها وكل شيء ودبلوماسيتها وكل ما لها من اجل دوله. بزاف على الحب، هذا حب يثير الشك. العرب كلهم يعرفون هذه المسائل ولكنهم ينافقون او يراوغون. مؤخرا واحد عدد كبير ديال التهم كالتها الجزائر ونظام الجزائر المغرب وكلها خاويه، والعرب كلهم كيعرفوا ان التهم غير ديال الموضوع، ولكن رغم ذلك تلقى الناس يتكلمون واحد اللغه التي لا احبها، وهي لغه تحميل المسؤوليه للعدو، سميوا لي الصهيوني او الصليبي او الاعداء الامه. العدد كبير من العرب دائما اذا ما كانوش مع النظام الجزائري على اعتبار انه ذلك النظام الثوري وذاك المصطلحات ديال مليون الشهيد وذاك الضخم الطويل ديال 60 سنه، فعوض الى ما مشاوش في هذا الاتجاه كيمشيو في اتجاه اخر ديال تحميل الاخر المسؤوليه في تفريق الامه وتشتيت الامه وتقسيم المقسم وتقزيم المقزم، هادشي كيقولوه وخاصه واحد المجموعه ديال المثقفين كما قلت لك سواء يساريين او في الوسط او في اليمين الاسلاميين كلهم عندهم نفس اللغه، كل واحد يصيغها بناء على مرجعيته. اليساريين يتحدثون عن الغرب وعن المؤامره ومؤامره الغرب وتقسيم الدول، والمسلمين او الاسلاميين اصحاب المرجعيه الاسلاميه يتحدثون بنفس اللغه ولكن بمرجعيه اسلاميه ضد هناك اعداء الاسلام الذين يريدون ان يقسمون بلاد الاسلام، في حين ان من يريد تقسيم المغرب هي الجزائر. اذا لم تكن هي الاصل فهي اداه، وحتى واحد فيكم ما كيقول هذه الحقيقه، الجزائر هي التي تريد ان تقسم المغرب، الجزائر هي التي تريد ان تقزم المغرب، الجزائر هي التي تريد ان تفرض على العالم الاسلامي والعالم العربي وعلى افريقيا دويله بزز، تريد ان تفرض دويله رغم ان في التاريخ ورغم ان في الجغرافيا ورغم ان في العالم العربي ورغم ان في افريقيا ورغم ان في العالم، لان الان الجزائر النظام الجزائري وخاصه بعد القرار الاممي قرار مجلس الامن 26/02 الجزائر الان اصبحت مخرج عينها في العالم في الامم المتحده. الجزائر الان اصبحت تناطح الامم المتحده وترفض القرارات الدوليه التي صوت عليها مجلس الامن باغلبيه 13 وامتناع 2، يعني انه قرار حاز الأغلبية الساحقة، ورغم ذلك الجزائر ما زالت تكذب. إذا هاد المثقفين، وأنا غادي نرجع للسي الخزرجي الأنصاري اللي في الفيديو ديالو، أنا ما غنديرش الفيديو ولكن غنعطيكم نخرج غنشرح غير الصورة اللي هو الصورة اللي بدا بها هو ديال
المينياتور ديال الفيديو ديالو. سي الانصاري هذا هو الفرق بين نحن المغاربه والفرق بيننا وبين العرب. نحن شعب يتموقع مع الحق. احنا المغاربه كنقول احنا كنقول الحق لان الحق اولى ان يتبع. الحق هو اولى ان يتبع. في الازمه ديال قطر مع خوتها في الخليج، حصار ديال قطر، المغاربه ما شدوش العصا من الوسط. الدوله المغربيه والقياده السياسيه في المغرب والشعب المغربي ما شدش العصا من الوسط. الشعب المغربي لم يجد نفسه في المنطقه الرماديه فيما يتعلق بالخلاف بين قطر وجيرانها. بالعكس، حنا درنا الحياد الايجابي. الملك مشى لقطر وكسر الحصار، بعثنا المواد، ولو احنا نعرف ان قطر لا تحتاج، ولكن هذه بادره عندها معنى، بادره معنويه على اساس اننا نحن المغاربه ضد حصار قطر. هذه المواقف الايجابيه. ما بقيناش كنراوغوا، وكان رغم ان وديش وسطروا هذه المساله مزيان، رغم ان المملكه العربيه السعوديه والامارات اقرب الينا بكثير من قطر، ورغم ذلك هذوك خوتنا كلهم خوتنا، درنا ما يسمى الحياد الايجابي ماشي الحياد السلبي. نحن لم نجلس في المنطقه الرماديه، نحن لم نفعل كما فعلت بعض الدول وانحزنا الى الطرف الغريب اللي هو المملكه العربيه السعوديه والامارات، رغم ما يربطنا بهاتين الدولتين من اتفاقيات ومعاهدات تفرض علينا مثلا اننا ان ننحاز الى المملكه العربيه السعوديه، دون رغم ان هاتين الدولتين لهما فضل كثير على المغرب، وحنا شعب لا ينكر للناس افضلهم، ورغم ذلك كان موقفنا موقفا مشرفا، واننا ما شديناش المنطقه الرماديه. لم نبحث عن راحه الضمير المصطنع، ولكن درنا مواقف تحسب لنا. اذا هذا هو الفرق بيننا وبينكم. احنا المغاربه في غزو العراق ما بقيناش كنديروا الاناشيد، بعثنا بالقوات المسلحه الملكيه في غزو الكويت، رغم اننا تربطنا بالشعب العراقي وبالقياده العراقيه علاقات طيبه، ولكن المغرب قال بان العراق اعتدى على الكويت. احنا ما خديناش المنطقه الرماديه. هذا هو الفرق بيننا وبينكم. في حرب قبل ذلك في حرب الجولان، المغرب ما عطاش الشعارات والقصائد الشعريه، لا، بعثنا التجريده المغربيه اللي فيها اكثر من 6000 جندي، التجريده المغربيه اللي قدمت 170 شهيد رحمه الله عليهم، وعلى راسهم الكولونيل رحمه الله عليه عبد القادر العلام، من اكفا كان رحمه الله، من اكفا ومن اقدر الضباط في تاريخ العسكريه المغربيه. ضحينا باحسن ما عندنا من اجل مصلحه خوتنا العرب في صراع المملكه العربيه السعوديه، ونحن لا نمن على احد، ولكن هذا تحديد كيف تتصرف الدول والشعوب في صراع دول الخليج، وتحديدا المملكه العربيه السعوديه مع ايران. نحن مع المملكه العربيه السعوديه. حينما تطاولت ايران على البحرين، المغرب قطع العلاقات مع البحرين وسحب السفير وطرد السفير الايراني. هذه مواقف الدول. نحن مواقفنا في الوقت الذي اعتادت نظام الكبرانات ونظام القذافي على تونس، الحسن التين رحمه الله عليه قال انني مستعد ان ابعث بالقوات المسلحه الملكيه دفاعا عن تونس. هذا هو الفرق بيننا وبينكم، واننا ناخذ المواقف الجريئه والمواقف الرجوليه. انتم العرب بشكل عام، انا لا اعرف علاش، المهم ربما كما قلت هذاك الشيء ورثتوه، ديك الصوره النمطيه على النظام الجزائري والدوله الجزائريه، رغم انني حينما اقرا التاريخ اجد ان الدوله الجزائريه، انا لا اتحدث عن الشعوب، الشعب الجزائري كيبقى شعب، رغم ان في واحد عدد كبير من انا لا اعرف، انا اللي كنشوف هذوك اللي كاينين في القنوات وفي مواقع التواصل، دوك اللي كيسبوا ويشتموا ويلعنوا هما اللي كنعرف، اما الذين يقولون الحق فهم اقليه، وعلى وجه الاقليه ساقول الحق، انا غادي نستني الشعب الجزائري. ولكن الدوله الجزائريه لم تقدم شيئا. هذا الزخم كله الى غنديروها في الميزان ما قدمه المغرب اكثر بكثير. عرف تاريخ المغرب
في تاريخنا ما قدم له اكثر من كثير ما قدمت الجزائر، والجزائر حد الان تقدم شعارات. اذا هذا الجزء الاول او الموضوع الاول في هذه المداخله. اذا انا كنعاود نجدد من الاخوه العرب، المنطقه الرماديه منطقه مريحه، لا تكلف كما قلت، لا تكلف لا اخلاقيا ولا سياسيا ولا مبدئيا ولا دينيا ولا عروبيا ولا انسانيا، لا تكلف شيئا، لا تكلف صاحبها. اما التموقع مع الحق، ونحن لا، احنا ما بغينا حتى شي حاجه، من لكم اسيدي تموقعوا مع الحق وما تشدوش عصا من الوسط. اذا كان المغرب ظالم نحن مستعدون ان نعتذر ملكا وحكومه وشعبا، ان نعتذر لمن ظلمناه، ولكن ان تثبتوا اننا ظالمون. حيت حنا شعب كيامن بالادله ماشي بالخرطي الشفوي اللي كيدير النظام الجزائري. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني هو ايضا داخل فيه ويتعلق بالمغالطات. هناك مغالطه يسوقها النظام الجزائري والشياته ديالو، وحتى بعض المرتزقه، وكنت تعلم واحد الفيديو سابق، المرتزقه وعلى رغم انهم يحسبون على رؤوس الاصابع، المرتزقه اللي عايشين برا في قنوات كيبقاو يسوقوا واحد المغالطه يجب تصحيحها. حينما يتحدث السياسيون او الصحفيون او اشباه الصحفيون او اشباه المثقفون الجزائريون، اضافه الى دوك الخونه العملاء، باش ما نقولهاش دوك، باش نقولها بالفصحى، باش ما نقولهاش باللهجه المغربيه لانها شويه قاصحه، دوك الديوتيين اللي عايشين ديال القنوات برا، حينما يتحدثون عن الصراع المغربي الجزائري تيقول لك لا خاطينا بوليتيك والصراع، حنا عندنا مشكلتنا مع المخزن. وهذا راه مغالطه. قضيه النظام الجزائري ماشي مع المخزن، قضيه او مشكله النظام الجزائري مع الدوله المغربيه. وحينما اقول الدوله المغربيه فهي لان في العلوم السياسيه وفي القانون الدستوري الدوله تتكون من اش؟ حكومه، الارض، والشعب. إذا مشكلتكم مع الدولة المغربية بكل مقوماتها، مشكلتكم حتى مع الحجر، مشكلتكم حتى مع القطط، شي القطط اللي عايشة في المغرب والفراخ مشكلتكم معها، ماشي فقط غير مع النظام، تكون مشكلة مع النظام ومع الحكومة ومع الدولة ومع النحل والنمل، كل من يمشي على هذه الأرض عندكم مشكلة معها، مشكلتكم مع المغرب، المغرب بكل مقوماته، لأن الصحراء ماشي ديال النظام. الصحراء ماشي ديال الحكومة، الصحراء ديال المغاربة، الصحراء مغربية. ما تنقولوش الصحراء ملكية، ما نقولوش الصحراء مخزنية، لا نقولو الصحراء حكومية، الصحراء مغربية ديال المغاربة. إذا مشكلتكم مع المغاربة ماشي مع النظام، ما تبقاوش تسوقوا هاد المغالطة، هاد الكذب، مشكلتكم معانا، معانا حنا المغاربة، ماشي مع النظام. الصحراء ماشي ديال النظام، الصحراء كانت قبل النظام وستبقى بعد النظام. سيموت ملك ويأتي ملك، ونموت نحن ويأتي غيرنا، البقاء لله سبحانه وتعالى. وستبقى هذه الأرض، قد الأرض قاتل عليها الحسن الثاني رحمة الله عليه، ومات رحمة الله وهي مستقلة. حنا الأرض ديالنا، حنا ورثينا ديال جدودنا، باش ما تبقاوش تخلطوا. الملك جلالة الملك محمد السادس هو مواطن مغربي بدرجة ملك، وخصكم تعرفوا في تاريخ المغرب شنو هو، لانكم حيت مشكلتكم ما كتقراوش التاريخ، ما كتعرفوش علاقه المغرب بملوكه، ما كتعرفوش علاقه المغاربه بالاسر التي حكمت المغرب منذ ان من الله على الارض انشاء دوله. علاقه المغاربه بملوكهم وبالاسر التي تحكم بني على البيعه، والبيعه هي تدخل في اطار ما يسمى بالقانون الدستوري العقد الاجتماعي. هذا العقد الاجتماعي فيه شروط، راه فيه شروط، راه ماشي العبث هذا. الشرط الاول كاين الشروط، حنا ملي كنقراو تاريخ المغرب كنلقاو واحد المساله مهمه، والمغاربه كلهم غيفهموا ما اذا اقول. دائما ملي كنقراو في التاريخ على الدول التي حكمت المغرب، سواء انتقال من ملك الى ملك، او انتقال من اسره الى اسره، يعني من دوله الى دوله، مثلا من الادارسه الى المرابطين، او من المرابطين الى الموحدين، كاين واحد مجموعة ديال الأمور. تيقول لك أولا هو دابا الملك قضى على الفتنة، أول شيء قضى على الفتنة، وحد القبائل،
حرر الثغور، نظم الجيش وسكر النقود. ديما كتلقى في تاريخ المغرب، تاريخ المغرب ديما كتقوم شي دوله كاين كتلقى هاد العبارات، هاد المفاهيم كاينه في تاريخ المغرب. انت نقول لك حرر الثغور لان من شروط البيعه في المغرب تحرير الثغور. اي سلطان او اي دوله كتولد تدبير هاد الارض من شروط البيعه الدين والارض، جديد الدين ثم استرجاع الثغور وتحرير الارض. هذا هو المغرب. اذا ملي كنقول لك ودي الصحراء، راه هذاك الملك المغرب من 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 شروط البيعه ديالو هو ان الارض تسترجع، ان الارض ديالنا تنقولوا حنا ضامن وحدتها. ترى ماشي مصطلحات تتلاحقك عاده، هذا سميتو البيعه، سميتو العقد الاجتماعي. والعقد اي عقد في العالم، جميع انواع العقود سواء في القانون العام او في القانون الخاص، العقود فيها بنود وفيها شروط. من شروط العقد هو الوحده، يعني ان الملك او السلطان من الشروط ديال البيعه هو انه يحافظ على 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 الاستقلال ديال البلاد وعلى الحدود ديالو، على الثغور، على الحدود الحقه راه مسطره في دسات ديال المغرب، باش ما تبقاوش تغلطوا وتحاول ما امكن تبينوا للمغاربه لا انا ما عنديش معك، لا عندك المشكل معايا انا، عندك المشكل معايا وكان عندك المشكل مع البا وكان عندك المشكل مع جدي، وغيبقى عندك المشكل اذا لم تتقي الله فسيبقى المشكل مع اولادي. المغاربه في هذه المساله راه يمكن يختلفوا في جميع الامور الا في هذه يتفقون. هذه اللغه وهذه المغالطه تحيدوها وتجاوزوها. المغرب والمغاربه في قضية الصحراء المغربية وفي قضية الأرض هم على قلب رجل واحد، باش ما يبقاش شي واحد يجي شي جزائري قايد لنا الخرطي، لا حنا عندنا مشكل مع النظام. أنت عندك مشكل ماشي مع النظام، عندك مشكل معايا أنا، لأن النظام والملكية هي جزء من المغرب. وهاد نزيدك من الشعر بيت، هاد الصراع ديال هاد الطريقه وهاد القوه وهاد العنف، وهاد العنف هو باش النظام الملكي يدافع عن صحرائه وعن الصحراء المغربيه، هي الامور اللي كتزيد تخلي المغاربه يتشبتوا بالنظام الملكي. كلما اصر النظام الملكي والدوله المغربيه وملك البلاد كلما اصر على الحفاظ على التراب واستجراس، كلما زاد احترام المغاربه ليه وكلما زاد التصاق المغاربه بالنظام ديالو. باش تفهموا كيفاش كيفكروا المغاربه، راه النظام في المغرب يفقد مصداقيته اذا فرط في الارض واذا فرط في الدين. لان شروط البيعه، لانكم انتم ماشي ما كتعرفوش شنو هي البيعه، شنو هي شروط البيعه، ما عندكمش تاريخ، ما كتعرفوش كيفاش تتبنى الدول. انتم نطوا الصباح لقيتوا راسكم دايرين دوله، راه هذا هو الاشكال. نطوا لقيتوا راسكم عندكم دوله، ما عندكمش مرجعيات، ما عندكمش مرجعيات تبنيو. باش دابا باش نختم المساله ديال انكم خاطئين بوليتيك، حنا عندنا مش ولا الهضره ديال عندنا مشكل مع النظام، تبقاوش تكرروا الله يرحم والدينا. لا تنطلي على المغاربه، الصحراء ديال المغاربه وسبتو المليا ديال المغاربه، من طنجه للقويره، من طنجه للقويره، سطروا على هذه المساله. أخوان شكرا، وأتمنى أن يكون وصلت رسالة. إلى لقاء قادم إن شاء الله.